السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نكمل المحطة الرابعة أو الفيديو الرابع اللي بنتكلم فيه عن الإنزيم. بعد ما خلصنا الديفينيشن بتاعت الإنزيم والبروبرتيز بتاعت الإنزيم والكلاسيفيكيشن بتاعت الإنزيم، ثم بعد كده اتكلمنا عن الأكتيف سايت وخصائص الأكتيف سايت. جه وقت دلوقتي المعادلات الرياضية، هنتكلم عن الإنزيم كاينيتكس والفاكتور أفكتنج الأكتيفيتي أوف ذا إنزيم. حضرتك سريعا الكونسبت ماب، خلصنا الانترودكشن تو بايو موليكيول، خلصنا البروتين كيمستري، خلصنا ثلاث محطات ودي الرابعه من الانزيم كيمستري. احنا في المحطه الرابعه اللي بتخص الانزيم كيمستري. دي الانتندد ليرنينج اوتكم، دي الاهداف المطلوبه من حياتك في شابتر الانزيم. خلصنا منها ما يخص تعريف الانزيم، خلصنا منها ما يخص كلاسيفيكيشن بتاعه الانزيم، خلصنا منها ما يخص ازاي الانزيم بيشتغل كبيولوجيكال كاتاليست. دلوقتي هنركز على القوانين، تمام كده، والمعادلات اللي بتفسر شغل الانزيم مع السبستريت عشان يسرع التفاعل. يبقى ده الهدف من الفيديو ده، وكمان ان احنا نتعرف على مين هم الفاكتورز اللي بيأفكت الاكتيفيتي بتاعه الانزيم، مين هي العوامل اللي بتأثر على شغل الانزيم، وخصوصا وانا داخل المعمل وانا بعمل تجربة معملية تزود او تقلل سرعة الانزيم. تعالى كده بص خريطتنا، خلصنا الانزيم as a biological catalyst، خلصنا البروبرتيز اوف ذا انزيم، خلصنا الانزيم كلاسيفيكيشن، اتكلمنا عن الاكتيف سايت والكرايتيريا بتاعت الاكتيف سايت والسيرز اللي بتفسر شغل الاكتيف سايت، اتكلمنا عن الانزيم سبيسيفيسيتي، واتكلمنا ازاي الاكتيف سايت بتاع الانزيم ما بيشتغل مع السبستريت بيقلل الانرجي بارير. جه الدور بقى على الانزيم كاينيتكس، جه الدور على القوانين اللي بتحكم شغل الانزيم والفاكتور افكتنج الاكتيفيتي اوف ذا انزيم. دول موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. طيب تعال نتفق الاول، هو يعني ايه انزيم كاينيتكس؟ ده علم دراسه سرعه التفاعل. نقول تاني، علم دراسه سرعه التفاعل، study the rate of change of reactant to product. علم بيدرس ازاي سرعه تحول من السبستريت الى برودكت، بالعربي كده علم دراسه سرعه التفاعلات. يبقى الانزيم كاينيتكس is the study of the rate of the change of the reactant، ازاي المتفاعلات سرعه تحول المتفاعلات الى نواتج او الى حلوه. تعال نعرف سرعه التفاعل. ادي الانزيم مسك في السبستريت، اتحول لانزيم سبستريت كومبلكس، بعد كده اتحول الى ايه؟ انزيم زائد برودكت، البرودكت تسيب الانزيم. سرعه التفاعل هي ايه؟ هي كميه السبستريت اللي تحولت الى برودكت في وحده من الزمن. يبقى الفيلوسيتي سرعة التفاعل، velocity أو rate of reaction، يبقى rate of reaction هي كلمة velocity برمز لها بالحرف V، هي عبارة عن إيه؟ number أو amount of substrate converted into product per unit time، كمية المتفاعلات اللي بتحول إلى نواتج في وحدة من الزمن، تمام؟ تعال بص كده، كل ما زود في substrate، ماشي اهو انابيب اهي عمال ازود فيها في السبستريت على الانزيم، كل ما بزود السبستريت على الانزيم، تمام كده، كل ما كميه البرودكت بتزيد معايا، ماشي كده. يبقى كل شايف كده، كل ما زاد السبستريت كل ما بزود. طبعا هنا كاني مثبته ايه؟ وحده الزمن. انا هنا مثبته وحده الزمن، فكل ما بزود السبستريت على الانزيم كل ما البرودكت بتبدا تزيد لو انا قايسه في وحده زمن معينه، مثلا خلال نص ساعه. خلاص كده ماشي، ارجع كده من فضلك بقى، انا بتكلم عن ايه؟ سرعه التفاعل. قلنا سرعه التفاعل اسمها ايه؟ velocity. يعني ايه velocity؟ سرعه التفاعل، rate of amount of substrate converted into product per unit type. انا مثبته الزمن، خلاص كده. فبشوف لما بثبت الزمن اشوف كميه السبستريت تحولت ابرود. عندك نوعين من السرعه، بص كده على الكيرف اللي قدامك ده، تمام كده. هتلاقي في الاول كميه السبستريت قليله اللي ماسكه في الانزيم، كميه السبستريت اللي ماسكه في الانزيم قليله، هتبقى السرعه قليله ولا عاليه؟ هتبقى السرعه قليله، نسميها initial velocity. بص كده تاني، يعني ايه initial؟ بص للكيرف، عدد السبستريت اتنين سبستريت هم اللي ماسكين في الانزيم، يبقى اذا velocity السرعه ميجر هنا very little substrate has a reacted، كده اتنين بس من السبستريت هم اللي ماسكين في الاكتف سايت بتاعت الانزيم، يبقى دي بيسموها ايه؟ السرعه الابتدائيه initial velocity.
velocity measured when a little substrate has react. طبعا كل ما حضرتك هتزود السبستريت كل ما السرعه تزيد، كل ما تزود السبستريت كل ما السرعه تزيد. خلاص كده ده بيعتمد على السبستريت كونسنتريشن والانزيم كونسنتريشن. ده اول نوع من السرعه اسمها ايه؟ initial velocity. تعال نبص على اللي بعدها، maximal velocity. بص لي كده يا فندم هنا بقى على اخر نقطه في الكيرف، هنلاقي كل الانزيم بقى ساتيوريتد باللي لونه احمر ده اللي هو السبستريت. يبقى اذا السرعه هنا هنسميها ماكسيمال فيلوسيتي. هنسميها ايه السرعه هنا؟ ماكسيمال فيلوسيتي. يبقى اذا هي الفيلوسيتي لما كل الانزيم موليكيول بيبقوا ساتيوريتد بالسبستريت. كل الانزيم موليكيول بيبقوا ساتيوريتد بالسبستريت. السؤال لحضرتك بقى، هل هنا في اللحظه دي لو انا زودت تركيز السبستريت هيحصل اي زياده في السرعه؟ لا. يبقى لو انا زودت اي سبستريت كونسنتريشن بعد ما اوصل للسرعه القصوى مش هيحصل اي زياده في السرعه. خلاص كده ليه؟ ان خلاص كل الاكتف سايت بتاعت الانزيم ساتوريت. يبقى اذا خدت معايا نوعين من السرعه، انيشال فيلوسيتي لو في كميه قليله من السبستريت ماسكين في الانزيم، في سرعه قصوى لو كل الاكتف سايت ساتوريتد بالانزيم. النقطه الثالثه سالتك قلت لك لما انت بتزود السبستريت كونسنتريشن بعد ما وصلت للسرعه القصوى هل ده بيزود بيعمل اي زياده في السرعه؟ لا، لان خلاص كل الاكتف سايت بقوا ساتوريتد بالسبستريت، كل الاكتف سايت بتاعت الانزيم بقوا سبستوريتد بالسبستريت. طيب نرجع للكيرف ده، الكيرف ده بيمثل ايه؟ بيمثل علاقه بين السبستريت كونسنتريشن وبين السرعه، وبيقول فيها ان كل ما السبستريت كونسنتريشن هيزيد كل ما السرعه هتزيد. خلي بالك ان انا ايه؟ انا هنا مثبته كذا حاجه، انا مثبته تركيز الانزيم، مثبته وحده الزمن اللي بقيس فيها، تمام كده؟ لحد كل ما زود السبستريت كونسنتريشن كل ما السرعه هتزيد لحد ما اوصل للماكسيمم فيلوسيتي. عندها اي زياده في السبستريت مش هتزود السرعه، صح كده؟ الكيرف ده على بعضه بيسموه هايبربوليك كيرف. الكيرف ده بقى بيسموه ايه؟ هايبربوليك كيرف. هو عباره عن منطقتين رئيسيتين. المنطقه الاولى كل ما بتزود السبستريت كونسنتريشن كل ما بتزود الريت اوف رياكشن. حلو قوي. طب والمنطقه الثانيه هي منطقه الماكسيمم فيلوسيتي، ان انا مهما زودت السبستريت كونسنتريشن السرعه مش هتزيد. الكيرف اسمه ايه بقى؟ هايبربوليك كيرف. بيمثل ايه؟ بيمثل العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن وسرعه التفاعل مع تثبيت جميع العوامل الاخرى زي تركيز الانزيم وزي الزمن او غيره. طيب تعالى نشوف النقطه اللي بعدها. جه عالم اسمه ميكائيلس قال لك انا هعمل حاجه اسمها ميكائيلس كونستانت. ايه هو ميكائيلس كونستانت دوت؟ هو تركيز المتفاعلات سبستريت كونسنتريشن اللي بتوصلني لنص السرعه القصوى، which in which the reaction او at which the reaction is half the maximum velocity. بالعربي كده مين هو كي ام او ميكائيلس كونستانت؟ هو عباره عن تركيز المتفاعلات سبستريت كونسنتريشن اللي توصلني لنص السرعه القصوى. طب انا محتاجاه في ايه الميكائيلس دوت؟ في المقارنات بين الانزيم. عاوز اقارن مين انزيم اقوى من مين؟ بقارن باستخدام الميكائيلس كونستانت. عاوز اقارن تاثير البي اتش والتمبريتشر على الانزيم، بقارن مش بقى ان انا اقعد اعمل الكيرف ده بالكامل وده بالكامل، هقارن عند نقطه محدده اسمها ايه؟ ميكائيلس كونستانت. يبقى فايده ميكائيلس كونستانت تسهيل المقارنات في شغل الانزيم. ماشي، يبقى ليه انا محتاجه ميكائيلس كونستانت؟ عشان اسهل على نفسي المقارنه بين اكتر من انزيم، ان انا هبص على نقطه محدده. مين هي النقطه دي؟ اسمها KM substrate concentration at which the reaction is half the maximal velocity. تعالى بعد ما عرفنا ال KM نعرف بقى أهمية ال KM أو ميكائيلس كونستانت. رقم واحد بيقول لحضرتك إن ال KM ثابت بثبات الإنزيم والسبستريت، بمعنى إنه it is constant for a particular enzyme and its substrate. يعني لو إنزيم بيضيف فوسفيت على الجلوكوز، تمام كده، ده هيبقى له كي ام مختلفه عن اي انزيم اخر بيشتغل على الجلوكوز باي شكل اخر. يبقى اذا الكي ام ثابت بثبات الانزيم والسبستريت، ادي رقم واحد. رقم اثنين بيقول لك ان الانزيم اللي هيشتغل على الجلوكوز لازم بالمنطق الكي ام بتاعته لازم يكون السبستريت كونسنتريشن اللي يوصلنا لنص السرعه القصوى بتاعته يكون قريب من الفسيولوجيكال ليفل بتاعت الجلوكوز في البلد.
يعني معنى كده لو انا مستوى الجلوكوز في الدم مثلا 100 مللي جرام بالديسيليتر، وانزيم بيشتغل على الجلوكوز، يبقى لازم بالمنطق الكي ام بتاعت الانزيم ده تكون قريبه من رقم ال 100 مللي جرام اللي هي الفسيولوجيكال ليفل بتاعت الجلوكوز وزن ذا بلاد. عشان كده بيقول لك ذا انزيم يوجوالي بوسيس كي ام، لازم يكون عندها كي ام ابروكسيمت قريبه من الفسيولوجيكال كونديشن بتاع السبستريت، قريبه من الفسيولوجيكال ليفل بتاع السبستريت. انزيم هيشتغل على الجلوكوز يبقى يوجوالي غالبا هتكون الكي ام بتاعته قريبه من الفسيولوجيكال ليفل بتاعت الجلوكوز. تالت حاجه هي ان الانزيم بيبقى كي ام، الكي ام بتعكس الريلاتيف افينيتي بتاعت الانزيم. من فضلك لو سمحت ما تترجمش كلمه ريلاتيف افينيتي ترجمه حرفيه، لو ترجمتها ترجمه حرفيه هي قدره الانزيم على ان يمسك بالسبستريت، بس دي مش مقصوده. هنا نقصد بكلمه الريلاتيف افينيتي كفاءه الانزيم، قدرته ان هو يوصل للسرعه القصوى. لان انا كده كده ما دام الانزيم هيشتغل على السبستريت دوت يبقى خلاص كده كده عنده قدره على الارتباط، امال هي تفرق في ايه؟ تفرق بعد كده في سرعه التفاعل. طب تعالى نشوف قصدي ايه. لو انا عندي انزيم بيشتغل على الجلوكوز، عشان نكمل على نفس المثال، بيحط فوسفات على الجلوكوز، الكي ام بتاعته 5 مللي جرام، معنى كده انه محتاج 5 مللي جرام من الجلوكوز عشان يوصل لنص السرعه القصوى. انزيم تاني برضه بيحط فوسفات على الجلوكوز بس الكي ام بتاعته 500 مللي جرام، يبقى اذا هو محتاج 500 مللي جرام جلوكوز عشان يوصل لنص السرعه القصوى. دورها في دماغك لو سمحت، مين منهم يعتبر الاكثر كفاءه؟ مين منهم عنده الريلاتيف افينيتي؟ قلنا الريلاتيف افينيتي يعني كفاءه مش قدره على ارتباط. هنا وهنا الاثنين انزيم الجلوكوز هيمسك فيه. انزيم اللي محتاج 5 مللي جرام عشان يوصل نص السرعه القصوى، يعني اللي محتاج شعر الجلوكوز عشان يوصل نص السرعه القصوى، ولا الثاني اللي لسه محتاج نص كيلو، محتاج 500، محتاج 500 مللي جرام، محتاج كميه كبيره جدا عشان يوصل نص السرعه القصوى، مين فيهم الاكثر كفاءه؟ هنلاقي بالعقل وبالمنطق، وانت لو انا خيرتك بين الاثنين انزيم هتقول لي والله الانزيم اللي بيحتاج كميه قليله من الجلوكوز اللي هو بيحتاج 5 مللي جرام جلوكوز هو ده اللي عنده هاير افينيتي. يبقى الانزيم اللي بيحتاج كميه قليله، يبقى اذا الكي ام بتاعته قليله، لو كي ام، ده بيبقى عنده هاير افينيتي، ده معناه انه كفاءته اعلى. اما الانزيم اللي محتاج 500 مللي جرام يعني هاي كي ام، ده اللي تعتبر الافينيتي او كفاءته قليله. اذا العلاقه عكسيه بين الكي ام وبين الافينيتي، العلاقه عكسيه بين كفاءه الانزيم وبين الكي ام بتاعته. كل ما الانزيم يكون محتاج كي ام عاليه كل ما كفاءته تبقى قليله، كل ما الانزيم يكون محتاج كي ام قليله تركيزات قليله هي اللي بتشغله كل ما كفاءته تعتبر اعلى. نلخص السلايد ديت، ايه هي اهميه الكي ام؟ هو ثابت بثبات الانزيم والسبستريت. رقم اتنين ان الانزيم كي ام بتبقى يوجوالي ابروكسيمت او قريبه من الفسيولوجيكال ليفل بتاع السبستريت. رقم ثلاثة ان في علاقه عكسيه بين الكي ام والريلاتيف افينيتي، وقلنا ان الريلاتيف افينيتي معناها كفاءه الانزيم. احنا قلنا ان الكي ام او ميكائيليس كروز اصلا احنا مستخدمينه عشان نسهل المقارنات في المعامل ما بين الانزيم، فهو دوت اللي بيساعدني على مقارنات الانهبيتور اللي هي الحاجات اللي بنضيفها عشان نوقف الانزيم، نقارن بقى بين مين الانهبيتور الاقوى. تاني حاجه هي اللي بتساعدني على ان انا ادرس تاثير البي اتش والتمبريتشر. كده يبقى تعالى نجمع اهميه الكي ام. رقم واحد ان هو ثابت بثبات الانزيم والسبستريت. رقم اتنين ان الكي ام غالبا لو كي ام الانزيم بيشتغل على الجلوكوز يبقى لازم يكون غالبا قريب من الفسيولوجيكال ليفل بتاع الجلوكوز في البلط. تالت حاجه ان الكي ام بيعكس الافينيتي، وقلنا ان الافينيتي معناها هي كفاءه الانزيم، قلنا ان العلاقه عكسيه بين الكي ام وبين الافينيتي، ان الكي ام بيشتغل في المقارنات. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيساعدني على تحديد نوع الانهبيتور، بيساعدني على دراسه تاثير البي اتش والتمبريتشر اند سو اون. دي كده اهميه الكي ام. احنا عرفنا الكي ام، عرفنا اهميه الكي ام. تعالى دلوقتي نشوف العلاقه بين الكي ام وبين السرعه. لو انا ابتديت بسبستريت كونسنتريشن اقل بكتير من الكي ام، لو انا ابتديت بكميه سبستريت اقل بكتير من الكي ام بتاعت الانزيم، يبقى سرعه التفاعل عامله ازاي؟ قليله ولا عاليه؟ بالمنطق هتبقى سرعه التفاعل قليله جدا. دي هنسميها ايه؟ الانيشيال فيلوسيتي. يبقى لو السبستريت كونسنتريشن اقل بكتير من الكي ام يبقى انت متوقع ان السرعه قليله، هنسميها الانيشيال فيلوسيتي. وكل ما ازود السبستريت كل ما السرعه هتبتدي تعلى معايا. تعالى نكمل. طب لو انا ابتديت بسبستريت كونسنتريشن اعلى بكتير قوي 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 من الكي ام،
يبقى انا كده اكيد هوصل للماكسيمال فيلوسيتي. ليه؟ لانه معناها ان كل الاكتيف سايت بتاع الانزيم بقى ساتوريتد بالسبستريت. يبقى انت كده عندك دلوقتي لو انا ابتديت بتركيز سبستريت اقل بكتير من الكي ام، السرعه اسمها الانيشال فيلوسيتي. لو انا ابتديت بتركيز سبستريت اعلى بقوي كتير قوي 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 من الكي ام، هتبقى السرعه اسمها الماكسيمال فيلوسيتي. طب لو ابتديت بتركيز سبستريت قد الكي ام، اكيد هوصل لنص السرعه القصوى، هاف الماكسيمم فيلوسيتي. يبقى عندك ثلاث حالات لتركيزات السبستريت. مره لو تركيز السبستريت اقل من الكي ام، هتبقى السرعه اسمها انيشال فيلوسيتي. مره لو تركيز السبستريت اعلى بكتير من الكي ام، السرعه هيبقى اسمها الماكسيمم فيلوسيتي. طب لو تركيز السبستريت قد الكي ام، يبقى انا كده هوصل لنص السرعه القصوى، هاف الماكسيمم فيلوسيتي. كده احنا درسنا يعني ايه كي ام، ايه اهميه الكي ام، ايه علاقة الكي ام بالسرعة. تعال بقى نبتدي نتكلم عن القوانين اللي بتحكم العلاقة بين السبستريت كونسنتريشن وبين السرعة. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما خلصنا دراسة الكي ام، عرفنا يعني ايه انيشال فيلوسيتي، يعني ايه ماكسيمم فيلوسيتي، عرفنا يعني ايه كي ام، تعال نشوف بقى القوانين اللي بتقول، المعادلات اللي بتحكم العلاقة بين السبستريت كونسنتريشن والفيلوسيتي. يبقى انا دلوقتي في مرحلة ايه؟ في مرحلة دراسة القوانين اللي بتحكم العلاقة بين السبستريت كونسنتريشن وبين الفيلوسيتي، او القوانين اللي تحت مسمى علم الانزيم كاينتكس. اول قانون اتعمل عن طريق، او اول معادله اتعملت عن طريق عالمين اسمهم ميكائيلس ومنتن. يبقى اول معادله اتعملت عن طريق مين؟ ميكائيلس ومنتن، وخدوا عليها طبعا جائزه نوبل، وكانت حاجه جميله جدا جدا ان هم يعملوا لنا سمبليفيكيشن او تبسيط للعلاقه بين تركيز المتفاعلات وبين الانزيم في صورة معادلة رياضية. هم عملوا سيمبل موديل عشان يدرسوا بيه البيهيفير بتاع الانزيم، او علاقة الريت اوف اكشن اوف ذا انزيم مع السبستريت كونسنتريشن. ده كده اول نوع من المعادلات الرياضية اللي هناخدها عندنا، اللي عملوها العالمين اللي اسمهم ميكائيلس ومنتن كسيمبل موديل، كمعادلة بسيطة بتدرس العلاقة بين السبستريت كونسنتريشن والريت اوف رياكشن كاتالايزد باي ذا انزايم. تعال نشوف هم عملوا ايه. بص المفاجأة، ده مش الهايبربوليك كيرف اللي بنتكلم عليه من اول ما ابتدينا في الانزيم، ان كل ما زودت السبستريت كونسنتريشن كل ما الريت اوف رياكشن ما هيعلى لحد ما اوصل للماكسيمم فيلوسيتي عندها، اي زياده في السبستريت كونسنتريشن ما بزودليش في السرعه. وقلنا ان الكيرف ده اسمه هايبربوليك كيرف، وقلنا ان الكيرف ده بيمر بمرحلتين. المرحله الاولى ان اي زياده في السبستريت بتزود الريت اوف رياكشن، ثم بيخش في مرحلة تانية ان انا بعد ما بوصل للفي ماكس اي زيادة في السبستريت ما بتعلليش السرعة. الكيرف ده اللي هو الهايبربوليك كيرف، كل اللي عملوه ميكائيليز ومنتن ان هم طلعوا له معادلة، عملوا ماثيماتيكال كوريليشن. يبقى اذا هم حولوا الهايبربوليك كيرف الى معادلة رياضية. الكيرف اللي حضرتك شايفه اللي هو الهايبربوليك كيرف دوت، هم عملوا له معادلة رياضية، زي ميد ا ماثيماتيكال كوريليشن بتوين السبستريت اوف السبستريت كونسنتريشن والريت اوف رياكشن كاتالايزد باي ذا انزايم. اذا هم عملوا ماثيماتيكال كوريليشن، ماشي، عاوز تسميها الجبريك اكسبريشن برضو ماشي، بتمثل الهايبربوليك كيرف ده. يبقى كل اللي عملوه ميكائيلس ومنتن ان هم عملوا ماثيماتيكال كوريليشن او الجبريك اكسبريشن اللي بيحدد العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن والريت اوف رياكشن. الماثيماتيكال كوريليشن او الالجبريك اكسبريشن دوت شوينج او ريبريزنتنج، بيعبر عن الهايبربوليك كيرف بالعربي كده. هم حولوا الهايبربوليك كيرف، حولوا لي الكيرف ده الى معادله رياضيه، خلاص. يبقى ميكائيلس منتن بالعربي كده حولوا لي الهايبربوليك كيرف الى معادله رياضيه بتربط بين، بتعمل علاقه بين السبستريت كونسنتريشن والماكسيمم فيلوسيتي. طب لو جينا على الكيرف اللي قدامنا ده وحبينا نحدد الكي ام عشان خاطر الامتحان، نحددها ازاي؟ بص يا فندم، هتحدد السرعه القصوى سهله قوي، اللي هي الفي ماكس اللي هي على المحور الرأسي. هنحدد الفي ماكس، نوصل لنص السرعة القصوى، تمام كده؟ نشوف النقطة اللي بتوصل لنص السرعة القصوى، ننزل بيها على المحور الأفقي اللي هو محور السبستريت كونسنتريشن، يبقى هي دي الكي ام. تاني، رقم واحد بتحدد السرعة القصوى اللي هي الفي ماكس، بعد كده تحدد لي نص السرعة القصوى.
شوف لي النقطة اللي بتمثل نص السرعة القصوى ديت على المحور الرأسي، بتقابل مين على المحور الأفقي على السبستريت كونسنتريشن، تبقى هي دي الكي ام. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده بنتكلم في المعادلة الرياضية الأولى اللي اسمها ميكائيلس أند مينتن، اللي هم حولوا لي الهايبربوليك كيرف إلى ماثيماتيكال كوريليشن. تعال نكمل، يبقى اسمهم إيه؟ ميكائيلس أند مينتن. عملوا إيه يا فندم؟ حولوا الهايبربوليك كيرف اللي قدامك ده لمعادلة رياضية. المعادلة الرياضية دي عبارة عن إيه؟ علاقة بين السرعة وبين السبستريت كونسنتريشن. تقول لك إن الفي اللي هي السرعة تساوي الفي ماكس مضروبة في السبستريت كونسنتريشن، كل ده مقسوم على الكي إم زائد السبستريت كونسنتريشن. تمام؟ أنا كل اللي طالباه منك تقول لي كلمة واحدة بس، ميكائيلس مينتن عملوا إيه؟ حولوا الهايبربوليك كيرف إلى ماثيماتيكال كوريليشن. عملوا علاقه بين مين وبين؟ بين السبستريت كونسنتريشن وبين السرعه. تمام كده؟ لو الكيرف قدام حضرتك وجالك في الامتحان وسالتك المحور الهوريزونتال اللي هو المحور الافقي يمثل ايه؟ تقول لي يمثل السبستريت كونسنتريشن. المحور الراسي يمثل ايه؟ السرعه. تمام كده؟ طيب لو انا قلت لك حدد لي الكي ام، هتحددها ازاي؟ هتحدد الفي ماكس السرعه القصوى، منها هتحدد نص السرعه القصوى. تمام كده؟ تحدد النقطه بتاعت نص السرعه القصوى، انزل وشوف لي النقطه دي بتقابل مين على المحور الافقي، يبقى هي دي نقطه الكي ام. يبقى دي كده اول نوع من انواع المعادلات الرياضيه اللي اسمه ميكائيلس اند مينتن. فجم علي مين تانيين اسمهم لاين ويفر وبيرك. خلاص كده؟ قالوا لا، احنا محتاجين نحول الميكائيلس مينتن اللي هو الهايبربوليك كيرف دوت، محتاجين نحوله الى علاقه خط مستقيم لينير فور. اسمهم ايه العالمين؟ لاين ويفر اند بيرك. ما عجبهمش الهايبربوليك كيرف، قالوا عليه ان هو نوت اكيوريت، فقال لك احنا هنحول ميكائيلس اند مينتن ايكويشن الى مين؟ الى الجبريك مور ايزي اند مور اكيوريت فورم، اللي هي اللينير فورم. هم عملوا كده ازاي؟ بص كده على ميكائيلس ومينتن، قال على المحور الافقي في السبستريت، على المحور الراسي في الفي ماكس، صح؟ كل اللي عملوه بدل مع المحور الافقي السبستريت بقى مقلوب السبستريت، ريسيبروكال اوف ذا سبستريت، واحد على السبستريت. بدل ما المحور الراسي اللي هو اللي قدامنا ده كان عليه الفي ماكس، دلوقتي بقى عليه مقلوب السرعه 1 على V اللي هي الريسيبروكال اوف ذا فيلوسيتي. لو انا خدت مقلوب السبستريت كونسنتريشن مع مقلوب السرعه ورسمتهم علاقه بيانيه، هتتحول الى لينير فورم. يبقى كل اللي عملوه لاين ويفر اند بيرك بلوت، بدل ما العلاقه كانت بين السبستريت كونسنتريشن والفيلوسيتي، بقت العلاقه بين مقلوب السبستريت واحد على السبستريت ومقلوب السرعه اللي هي واحد على الفيلوسيتي. فالكيرف اتقلب لما خدت المقلوب، بدل ما هو هايبربوليك بقى لينير. طب ليه اسمه دبل ريسيبروكال؟ لانه واخد مقلوب السبستريت الريسيبروكال اوف ذا سبستريت مع مقلوب السرعه الريسيبروكال اوف ذا فيلوسيتي. خدت مقلوب ده، مقلوب السبستريت ومقلوب الفيلوسيتي، فالكيرف اسمه دبل ريسيبروكال ايكويشن، وكده الكيرف اتقلب معايا لينير فور. طب فاضل بقى يا فندم تقولي لي طب فين الفي ماكس؟ انا مش شايف الفي ماكس. الفي ماكس هي نقطه تقاطع المحور الرأسي مع مين؟ محور الرأسي مع اللاين بتاعي، بقت اسمها واحد على الفي ماكس. واحد على الفي ماكس تساوي واي انترسبت. يعني ايه واي انترسبت؟ نقطة تقاطع الخط مع الخط المستقيم مع الفيرتيكال اكسس. يبقى دي واحد على في ماكس تساوي واي انترسبت. الله، امال فين الكي ام اللي انا عمال ادور عليه؟ اهو قدامك، هو محور، هو نقطة تقاطع الخط مين المرة دي؟ الخط المستقيم بس مع المحور مين؟ الأفقي، فبيسموها الإكس انترسبت. بس للأسف ده هو تقابله فين؟ في الناحية النيجاتيف مع امتداد الخط، فبيسموها النيجاتيف إكس انترسبت. تعالى تاني من فضلك نلخص اللي أنا قلته سريعا. ميكائيلس ومينتن عملوا معادلة إلى الهايبربوليك كيرف، خلاص كده؟ وعرفنا إزاي بنحدد الكي إم، إن أنا بحدد الفي ماكس، أعرف نص الفي ماكس، أنزل بالنقطة بتاعتي للمحور الأفقي، جبت الإيه؟ الكي إم. جم الناس اللي بعدهم لاين ويفر بيرك بلوت،
قالوا لا 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 لا، الهايبربوليك كيرف ده مش اكيوريت، احنا عاوزين علاقه مور ايزي مور اكيوريت، عاوزين نقلب الهايبربوليك كيرف ده لعلاقه خط مستقيم للينير فورم. راحوا واخدين مقلوب السبستريت 1 اوفر السبستريت مع مقلوب السرعه 1 على في، خلاص بقت العلاقه بالنسبه لي بقت ايه؟ خط مستقيم. بس علاقه الخط المستقيم ديت يا فندم بعد ما اترسمت لازم تحدد لي فيها مين، فين الفي ماكس وفين الكي ام. فين الفي ماكس؟ ما هو طبيعي الفي ماكس يا فندم تبقى لازم على المحور الراسي، لازم على الواي اكسس، خلاص كده. بس هي مين بالظبط؟ بيقول لك ان واحد على الفي ماكس تساوي واي انترسبت، نقطه تقاطع الفيرتيكال اكسس مع اللاين بتاعه، ماشي كده. يبقى عاوز تجيب الفي ماكس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الواي انترسبت. عاوز تجيب واحد على الكي ام هي نقطه تقاطع الهوريزونتال اكسس، الهوريزونتال اكسس ده اللي هو الاكس مع اللاين. بس للاسف هي هم هنا اتقابلوا على امتداد الخط، عشان كده بيسميها نيجاتيف اكس. يبقى ما تنساش يا فندم اللاين ويفر بيرك بلوت، مين في الاثنين دول؟ اللي طالع بحرده دوت ولا اللي طالع خط مستقيم؟ اسمه لاين ويفر بيرك بلوت. لاين يبقى لازم يكون لينير، يبقى هو اللي على ناحيه ايدك الشمال اللينير ده هو دي معادله الخط المستقيم، هو ده كيرف الخط المستقيم. اللاين ويفر بيرك بلوت ده يا فندم بيسموه ايه الاسم الثاني له؟ دبل ريسيبروكال ايكويشن. ليه اسمه الدبل ريسيبروكال ايكويشن؟ ان هو خد مقلوب السبستريت 1 اوفر السبستريت مع مقلوب السرعه 1 ديفايدد بالسرعه، ماشي كده، ديفايدد باي السرعه. اذا عشان كده بنسميه الدبل ريسيبروكال ايكويشن، وعشان كده بينتج عنه معادله الخط المستقيم، تمام كده. واتفقنا ان معادله الخط المستقيم بجيب منها الكي ام منين؟ من نيجاتيف الاكس انترسبت، تمام كده. يعني ايه نيجاتيف الاكس انترسبت؟ يعني نقطه تقاطع الهوريزونتال، الخط الهوريزونتال اللي قدامك ده اللي هو الاكس اكسس مع الخط بتاعنا اللي هو اللاين دوت، بس هم اتقابلوا في ناحيه مع امتداد الخط، فعشان كده بيسموها نيجاتيف اكس انترسبت. كده انت ملاحظ ان الكي ام او ماينس واحد على الكي ام جت من نقطه محدده، مش حددت الفي ماكس وبعدين حددت النص وبعدين مشيت على امتداد الخط، لا، هنا انا نقطه محدده اسمها نيجاتيف واحد على الكي ام، عشان كده بيعتبروا ان اللاين ويفر بيرك بلوت مور اكيوريت في تحديد الكي ام ومور اكيوريت في تحديد الفي ماكس، والاسم الثاني ليها دبل ريسيبروكال ايكويشن. اذا اللاين ويفر بيرك بلوت ما هي الا لينير فورم من الميكائيليس منتن ايكويشن. يبقى ميكائيليس منتن قدم الهايبربوليك كيرف، جم عملنا حولناهم الى مور ايزي فورم مور براكتيكال فورم، عشان تبقى مور اكيوريت في تحديد الكي ام والفي ماكس رحنا محولينها الى اللينير فورم، تمام كده. اللينير فورم ده هو المور اكيوريت، حولناها لمعادله خط مستقيم، فبيسموها ان الواي تساوي اي اكس زائد بي، دي معادله خط مستقيم. يبقى ايه الفرق بين ميكائيليس منتن ولاين ويفر؟ ميكائيليس منتن دول هايبربوليك كيرف، هي عباره عن علاقه مباشره ما بين السبستريت كونسنتريشن وبين الفيلوستي. اما اللاين ويفر بيرك بلوت خد مقلوب السبستريت الريسيبروكال اوف سبستريت مع مقلوب السرعه عشان نحولها الى معادله خط مستقيم لينير فور. بص كده على الاثنين قصاد بعض، ادي الميكائيليس منتن، ادي الهايبربوليك كيرف. بص على الثاني اسمه ايه؟ لاين ويفر بيرك بلوت. بص هنا المعادله اتقلبت ازاي؟ بقت واحد على السرعه تساوي، خدنا مقلوب المعادله بقى، كي ام على الفي ماكس في واحد على السبستريت زائد واحد على الفي ماكس. ده كده كاننا قلبنا المعادله بتاعت ميكائيليس منتن، خدنا مقلوب معادله الميكائيليس منتن. يبقى اللاين ويفر بيرك بلوت ما هو الا مقلوب معادله الميكائيليس منتن. يبقى ادي الفي اللي فوق دي اسمها مين؟ دي ميكائيليس منتن، في تساوي في ماكس بالسبستريت على الكي ام زائد السبستريت. مين اللي تحت دي؟ اللاين ويفر بيرك بلوت، عملنا مقلوب المعادله اللي فاتت عشان احنا خدنا الريسيبروكال اوف سبستريت مقلوب السبستريت مع مقلوب السرعه. يبقى احنا كل اللي عملناه عملنا مقلوب المعادله اللي فوق، بقت هي دي اللاين ويفر بيرك بلوت. تعال بقى نجمع الكلام اللي احنا قلناه مع بعضه، ادي ميكائيليس منتن، هايبربوليك كيرف، دايركت ريليشن ما بين السبستريت كونسنتريشن والفيلوستي، المعادله اسمها ميكائيليس منتن ايكويشن، في تساوي الفي ماكس مضروبه في السبستريت مقسومه على الكي ام زائد السبستريت. دي كده بنحدد بيها اللي هي العلاقه بين السبستريت والسرعه مباشره، خلاص؟ جم التانيين
قالوا اللاين ويفر بيرك بلوت اللي هم اللاين ويفر وبيرك، قالوا لا احنا هنعمل معادله خط مستقيم لينير كورليشن عشان نعمل كده. خدنا ايه؟ مقلوب السبستريت مع مقلوب السرعه، فاتقلبت المعادله معايا. فبدل ما قلنا هنا السرعه، لا في اللاين ويفر قلنا ايه؟ مقلوب السرعه واحد على الفي تساوي، قلبنا المعادله اللي قدامنا دي، فبقت معادله خط مستقيم واحد على السبستريت فيرسس واحد على الفيلوسيتي. بقت فين الفي ماكس افكرك؟ او واحد على الفي ماكس بقت عند الواي انترسبت قدامك كده، نقطه تقاطع الخط الراسي مع الخط المستقيم. طب بقت فين الواحد على الكي ام او ماينس واحد على الكي ام؟ هي ماينس اكس انترسبت، نقطه تقاطع الخط الهوريزونتال مع الخط المستقيم، بس هم اتقابلوا على الامتداد عشان كده بنسميها نيجاتيف واحد على الكي ام. تعالى بقى نشوف مع بعض مزايا اللاين ويفر بيرك بلوت. اذا اولا من اسمها اللاين يبقى هنقول انها لينير، فبتعمل اكيوريت ديترمينيشن للكي ام والفي ماكس. اذا هي بتساعدني برضو في المقررات، وخصوصا لما اشوف تاثير البي اتش والتمبريتشر والانهبيتور. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالانزيم كاينيتكس، عرفنا انواع السرعه انيشال فيلوسيتي وماكسيمم فيلوسيتي، عرفنا يعني ايه كي ام واهميه الكي ام وعلاقة الكي ام بالسرعة، ثم خدنا نوعيتين من المعادلات الرياضية اللي بتوصف العلاقة بين السبستريت كونسنتريشن وفيلوستي. أول علاقة اسمها ميكائيليس منتن اللي الكيرف بتاعها نوعه هايبربوليك، ثم تاني علاقة اللي اسمها لاين ويفر بيرك بلوت اللي علاقة لينير، لأن أنا خدت مقلوب السبستريت مقلوب السرعة فبنسميناها الدبل ريسيبريكال بلوت، وقلنا إنها المور أكيوريت. عشان دلوقتي نتنقل إلى النقطة الثانية، مين هم الفاكتور أفكتنج الأكتيفيتي بتاعت الانزيم، مين العوامل اللي بتاثر على صوره الانزيم. لما اقول لحضرتك فاكتور افكتنج ريت اوف انزيم، اقصد بيها انا بدرس الانزيم داخل المعمل. دلوقتي هنخش في اخر جزء في الفيديو بتاعنا، طب ايه الفاكتورز اللي بتحدد الريت بتاعت الانزيم؟ بمعنى ايه اللي يسرع الريت بتاع الانزيم؟ ايه اللي يقلل الريت بتاع الانزيم؟ طبعا البي اتش والتمبريتش من العوامل اللي بتاثر على الاكتيفيتي بتاع الانزيم. كده انا بتكلم على فكره على خارج جسم الانسان، انا في المعمل وبعمل تجارب عاوز ازود او اقلل سرعه الانزيم، ان هو انا مسموح في جسم الانسان اعلي التمبريتشر او اقللها، اعلي البي اتش او اقلله؟ فانا بتكلم كده غالبا خارج جسم الانسان. سبستريت كونسنتريشن وانزيم كونسنتريشن، طبعا زي ما شفنا كل ما زودنا تركيز السبستريت السرعه بتزيد لحد ما بوصل للسرعه القصوى، واخيرا وجود الكو فاكتور او الكو انزيم. يبقى لما اجي اسال حضرتك مين هي العوامل اللي بتاثر على الريت اوف انزيم اكتيفيتي، تقول لي السبستريت كونسنتريشن، انزيم كونسنتريشن، تمبريتشر، البي اتش، وجود الكو فاكتور او الكو انزيم. تخيلي انت زهقت قوي من السبستريت كونسنتريشن، كل ما بزود السبستريت كونسنتريشن كل ما الريت اوف رياكشن ما هيزيد، لحد ما بوصل للفي ماكس او الماكسيمم فيلوسيتي السرعه القصوى، عندها لو زودت اي زياده في السبستريت كونسنتريشن مفيش اي انكريس في السرعه لان كل الاكتيف سايت ساتوريت. الكيرف ده اسمه ايه؟ هايبربوليك كيرف. اما تحول لمعادله بقت اسمها ايه؟ ميكائيليس منتن ايكويشن. ده السبستريت كونسنتريشن واتكلمنا عنه اكتر من مره. لما بدرس عامل لازم اثبت بقيه العوامل، يعني انا هنا مثبته الانزيم كونسنتريشن والطاي. على هنا بقى زي ما قلنا كل ما زودت السبستريت كل ما السرعه زادت لحد ما وصلت للفي ماكس، بعد ما وصلت للفي ماكس كل الاكتيف سايت ساتوريتد، مهما زودت في السبستريت مفيش اي زياده في السرعه. كده تمام. خش في العامل الثاني، السبستريت كونسنتريشن وراها انزيم كونسنتريشن. كل ما سيادتك بتزود تركيز الانزيم كل ما الريت اوف رياكشن هيبدا ان هو يزيد مع مراعاه تثبيت باقي العوامل. يبقى هنا سيادتك بتغير الانزيم كونسنتريشن، مثبت السبستريت والتايم والبي اتش والتمبريتشر. اذا سرعه الرياكشن بتتناسب تناسب طردي مع تركيز الانزيم. سرعه الرياكشن تتناسب تناسب طردي دايركتلي بروبورشنت مع الانزيم كونسنتريشن. احنا دلوقتي فين؟ بنتكلم عن الفاكتور افكتنج الريت اوف انزيم، اتكلمنا عن السبستريت كونسنتريشن، الانزيم كونسنتريشن. تعالى نشوف العامل الثالث اللي هو التمبريتشر. بالعقل انا كل ما بزود الحراره كل ما الريت اوف رياكشن هيبتدي ان هو يعلى، يبقى الريت اوف رياكشن هيزيد مع زياده التمبريتشر لحد ما اوصل لدرجه حراره معينه بيسموها الاوبتيمم تمبريتشر، زي الفي ماكس كده. اوبتيمم تمبريتشر الحراره النموذجيه او المثلى. طب لما انا بقى زودت الحراره عن النموذجيه ديت هلاقي ان سرعه التفاعل بتقل. ليه؟ ان الانزيم بروتين فيحصل له دي ناتوريشن. عشان كده هنلاقي ان شكل الكيرف
اللي بيبين العلاقه بين التمبريتشر وبين الريت اوف رياكشن شكله شكل الجرس بالشيبد كيرف، واعلى نقطه فيه بنسميها الاوبتيمم تمبريتشر. يبقى اذا نعدها تاني، كل ما الريت اوف كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما الريت اوف رياكشن هيزيد، يبقى الريت اوف رياكشن انكريز ويز انكريزنج تمبريتشر لحد ما وصلت النقطه اسمها ايه الماكسيمم تمبريتشر. اباف الاوبتيمم او الاوبتيمم او الماكسيمم تمبريتشر ديت، لو زودت التمبريتشر الريت هيقل نتيجه الانزيم دينيتوريشن. لو رسمت العلاقه بين التمبريتشر وبين الريت شكل الكيرف هيبقى بالشيبد كيرف. طيب تعالى دلوقتي نعرف ليه لما بعلي التمبريتشر بسرعه التفاعل بتزيد. زي ما قلنا ان درجه الحراره، ما بعلي درجه الحراره ده بيدي انرجي للسبستريت فبيساعد انها تترفع من الجراوند ستيت الى الترانزيشن ستيت، فده بيساعدني ان انا اتغلب على حاجز او الانرجي بارير اللي انا محتاجاه. يبقى اذا الحراره نفسها، زياده الحراره نفسها ممكن تعلي سرعه التفاعل لانها بتعلي طاقه المتفاعلات، بتزود الانرجي بتاعت السبستريت وبالتالي بتخليني اتغلب على الانرجي بارير. طيب درجه الحراره المثلى لجسم الانسان بالنسبه عشان اقيس عشان الانزيم تشتغل هي 37 درجه، عندها اللي هي درجه حراره جسم الانسان. يبقى الاوبتيمم تمبريتشر لجسم الانسان للانزيمز الموجوده في جسم الانسان هي 37، هي اللي عندها بوصل للماكسيمم فيلوسيتي. في حاجه اسمها التمبريتشر كوفيشنت. التمبريتشر كوفيشنت ده هو ايه؟ هو ان انا ما بين فرنج درجات حراره من 0 ل 40 فقط، يبقى التمبريتشر كوفيشنت لا تنطبق الا على رينج من 0 الى 40. فرنج درجه حراره من 0 ل 40، كل ما بزود درجه الحراره 10 درجات كل ما سرعه التفاعل تتضاعف. يبقى اذا في رينج درجات حراره من 0 ل 40 لو درجه الحراره زادت 10 درجات الريت اوف رياكشن هيزيد للضعف. ما تنساش ان الاوبتيمم تمبريتشر في جسم الانسان 37 درجه. واذا كنا بنقول ان الاوبتيمم تمبريتشر في جسم الهيومن 37، تعال نقول انه بعض المايكرو اورجانيزم الكائنات الدقيقه اللي بتعيش في الناتشرال هوت سبرينجز في الينابيع الحاره، تمام كده، في المناطق الاستوائيه، هنلاقي ان الاوبتيم تمبريتشر للكائنات اللي بتعيش في المنطقه الاستوائيه قريبه من البويلنج بوينت، قريبه من 99 او 100 درجه. يبقى من فضلك الاوبتيم تمبريتشر للهيومن لجسم الانسان 37، اما الاوبتيم تمبريتشر ممكن تتغير لو مايكرو اورجانيزم عايش في المنطقه الاستوائيه في الينابيع الحاره في الهوت سبرينجز، دي هنلاقي ان الاوبتيم تمبريتشر ممكن توصل للبويلنج بوينت، ممكن توصل ل 100 درجه او 99 درجه. طيب تعالى ندرس تاثير او الكلينيكال ابلكيشن، تطبيق الطبي لنقطه درجه الحراره وتاثيرها على الانزيم في الجزئيه دي. فبيقول لحضرتك ان درجه حراره جسم الانسان لما بتقل كل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم بتقل. طب ممكن استفيد من ده بايه؟ قال لك في عمليات القلب المفتوح في الاوبن هارت سيرجن او في عمليات نقل الاعضاء بنستخدم فيه حاجه اسمها الاورجان كرايو بريزرفيشن، بنحط تلج اثناء نقل الاعضاء، واثناء عمليات القلب المفتوح بنستخدم تلج كتير. ليه بنعمل كده؟ عشان نقلل درجه الحراره فنقلل الاكتيفيتي بتاعه الانزيم داخل الاورجان، فنحتفظ بالاورجان دوت اكبر فتره ممكنه من غير ما نستهلك نشاطه، فده بيقلل اكتيفيتي، بيساعد على حفظ الانسجه. يبقى اذا ازاي استفيد من تطبيق ان كل ما درجه الحراره بتزيد الاكتيفيتي بتاعه الانزيم بتزيد؟ طب ما هو العكس، لما نقلل درجه الحراره بنقلل الاكتيفيتي بتاعه الانزيم. طب تطبيقه ده بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في عمليات القلب المفتوح، بنستخدمه في نقل في زراعه الاعضاء في الاورجان ترانسبلانتيشن، ان احنا بنعمل حاجه اسمها الاورجان كرايو بريزرفيشن، بنعمل حفظ للاعضاء في درجات حراره قليله في حواليها ثلج، اثناء عمليات القلب المفتوح بنحط ثلج. كل ده ليه؟ عشان نقلل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم، فبالتالي بيساعد على حفظ الانسجه من التلف، بريفنتنج ذا تيشو دامج. اخر عامل عندي البي اتش، اللي هو ايه البي اتش دوت؟ تغيير الهيدروجين ايون كونسنتريشن. نفس الكلام لو رسمت العلاقه بين البي اتش بين الريت اوف رياكشن برضه زي التمبريتشر هتطلع بالشيبد كيرف، وبرضه النقطه المثلى هنا بس بدل كلمه اوبتيم تمبريتشر النقطه المثلى هنا هيسموها الاوبتيمم بي اتش. الانزايم اكتيفيتي اكيد بتتاثر بالتشنج في البي اتش، بس كده. طيب كل انزيم وله الاوبتيمم بي اتش بتاعه، مش زي التمبريتشر بقى، التمبريتشر درجه الحراره المثلى 37، هنا بقى كل انزيم وله الاوبتيمم بي اتش بتاعه.
بمعنى الانزيم اللي في المعده هتلاقي الاوبتيم بي اتش 1 ل 2، الانزيم اللي في الماوس 5 ل 6، اللي في البنكرياس 7 ل 8، الانزيم بتاعت البلاد 7.4، فراحوا عاملين رينج. قال لك بص جسم الانسان الاوبتيمم بي اتش من 5 الى 9، خلاص كده عشان يريحوا دماغهم. ليه؟ لان كل انزيم في مكان معين في جسم الانزيم له اوبتيمم بي اتش بتاعه، اباف او بيلو الاوبتيمم بي اتش اكيد الريت اوف رياكشن هيبتدي ان هو يقل معايا. يبقى زي ما قلت لك اهو، بص بتاع المعده اهو البي اتش بتاعه كام؟ من 1 ل 2، بتاع الماوس من 6 ل 8، بتاع البنكرياس 7.5 ل 8. قلنا يوه لا تعالى نعمل رينج بقى يغطي المنطقه دي كلها من 5 ل 9، وهتلاقي ان الوحيد الانزيم بتاعه الاستومك هي اللي خرجت بره. يبقى اذا هنعمل لجسم الانسان مش بقى اوبتيم بيتش، هنعمل بي اتش رينج من 5 الى 9 اللي خرج منه هو الوحيد الانزيمز بتاعه مين؟ الانزيم بتاعه الاستومك. خلاص كده يبقى احنا تعالى كالمعتاد نعرف ليه البي اتش، تغيير البي اتش بيغير الانزيم اكتيفيتي. برضه متفقين وزن ذا اوبتيمم رينج في الرينج المعقول بتاع جسم الانسان، هنلاقي ان البي اتش بيغير من الاكتيفيتي بتاعه الانزيم، وكمان ازاي بيغير من الاكتيفيتي بتاعه الانزيم؟ عن طريق ان هو بيغير في الشحنات اللي تشارج بتاعه الانزيم والشحنات بتاعه السبستريت. يبقى ليه البي اتش بيغير الاكتيفيتي بتاعه الانزيم؟ لان البي اتش تغيير البي اتش معناها تغيير في الهيدروجين ايون كونسنتريشن، معناها تغيير في التشارج، تغيير في التشارج بتاعت الانزيم، وتغيير في التشارج بتاعت السبستريت. يبقى اذا انا غيرت التشارج بتاعت السبستريت وكمان غيرت في التشارج بتاعت الانزيم. لما بغير في التشارج بتاعت الانزيم حتتين بيتغيروا، بتتغير التشارج اللي موجوده في الفانكشنال جروب بتاعت الاكتيف سايت بتاعت الانزيم، وكمان بتتغير التشارج بتاعت الانزيم از هول، فبيغير في السكندري في النيتف ستراكشر بتاع الانزيم، بيغير في السكندري والترشري والكوترنري ستراكشر، فبالتالي بيغير في كل الشحنات اللي على الانزيم، فبيغير في كل شكل الانزيم ونشاطه. اذا ليه الانزيم لما بتتغير البي اتش بتتغير الاكتيفيتي بتاعته؟ لان تغيير البي اتش معناها تغيير في الهيدروجين ايون كونسنتريشن، فبالتالي بيؤدي الى تشينج في التشارج بتاعت السبستريت، تشينج في التشارج بتاعت الانزيم. التشارج بتاعت الانزيم دي بتاثر على حتتين، بتاثر على التشارج بتاعت الفانكشنال جروب اللي موجوده في الاكتيف سايت بتاعت الانزيم، فبيأثر ازاي الانزيم بيمسك السبستريت. كمان التشينج في التشارج بتاعت الانزيم بتاثر على النيتف ستراكشر اللي هو السكندري والترشري والكوترنري ستراكشر بتاع الانزيم، فلما بيتغير شكله بتتغير كمان قدرته على ان هو يمسك في السبستريت ووظيفته. يبقى تعالى دلوقتي بقى كده، احنا قلنا في ان البي اتش بيأثر على الاكتيفيتي بتاع الانزيم، وشرحنا ازاي هو بيغير التشارج. تعالى بقى نقول لو حصل اكستريم تشينج في البي اتش، فيري هاي بي اتش او فيري لو بي اتش، بقيت فيري اسيدك او فيري بيزك، اكيد ساعتها هيحصل انزيم ديناتوريشن، البروتين هيتاثر بالتغيير الشديد دوت وهنفقد الانزيم اكتيفيتي. كده يبقى احنا خلصنا الفاكتور افكتنج الاكتيفيتي اوف ذا انزيم، قلنا ان احنا بنتكلم الكلام ده داخل المعمل، ان انا عمال اغير في الاكتيفيتي بتاعه الانزيم بتغيير عوامل مختلفه. ايه هي العوامل ديت؟ كانت السبستريت كونسنتريشن، الانزيم كونسنتريشن، البي اتش والتمبريتشر، وان بعض الانزيم بيحتاجوا كوفاكتور او كو انزيم. كده يبقى احنا في المحاضره ديت اتكلمنا فيها عن الانزيم كاينيتكس، يعني ايه انيشال فيلوسيتي، يعني ايه ماكسيمم فيلوسيتي، يعني ايه كي ام، ايه المعادلات الرياضيه اللي بتوصف العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن وبين الفيلوسيتي، وختمناها بالفاكتور افكتنج الاكتيفيتي اوف ذا انزيم. كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.